خلال دخول تاني القافلة لأهلنا في غزة من الحلف الوطني للعمل الأهلي الثانوي، فمواقف حزينة. إعانات المساعدات الإغاثة المصرية حالا دخول تاني قافلة من منفذ رفح للجانب الفلسطيني. تاني قافلة دلوقتي بتدخل منفذ رفح من الجانب الفلسطيني لأهلنا في غزة وفلسطين. الإغاثات المصرية والمساعدات المصرية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسة حياة كريمة.